العمل التطوعي هو عمل يحبه الله ويعطينا الأجر والثواب. قمت بعمل تطوعي وهو مساعدة الفقراء والمحتاجين. عندما قدمت لهم النقود والهدايا دعوا لي وشكروني وشعرت بالسعادة عندما قدمت لهم النقود والهدايا. يا سلام عليك، رائعة يا عزة. عملي التطوعي، أمي كانت تسوق السيارة وشفنا العمال فأعطيناه الطعام. أنا عملت عمل تطوعي، عطيت الفقراء ماء وأكل. أنا أحب العمل التطوعي. كنت في عمل تطوعي وعطيت الفقراء الماء وشعرت بالسعادة. شهر رمضان نحن كنا نوزع علب فيها أكل وكنا نوزع. ساعدنا اليوم سويت عمل تطوعي، أزقيت الشجرة حسبت أهم أكل منهم حتى أعطي الناس حق اللي يحتاجهم. ذهبت إلى السوبر ماركت واشتريت طعام القطط. ذهبت إلى مكان القطط وطعمت القطط. أحب القطط وأحب الطعام التطوعي. هلا. في شهر رمضان قمت أعمل عمل تطوعي. أعطيت الناس البوكس، الصندوق داخله لبن وتمر. في عمل تطوعي أنا كنت أعطي العمال الماء. ركبت السيارة كل ما وعطيت العمال الماء. قدمت الفواكه لعاملة المنزل، يجب أن أساعدها وأحترمها. نظافة، أنا وإخوتي نحب النظافة، ننظف البيت معا. ذهبنا إلى الباب في يوم الثلاثاء ورأينا المكان وسخا، ورأينا قشر الزرع وغرش وعلم الماء كثيرا من الأغطاء، فضعناها كلها في سلة الكمامة ثم ضعناها في الزبالة الخضراء. كنت بتوزيع الماء.